بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. اليوم أمامنا نص جديد في مقرر عرب 102 بعنوان وهل يخفى القمر لعمر بن أبي ربيعة. نبدأ معكم أعزائي الطلاب بنشاط استهلالي، نقرأ معا: عين شعراء الغزل من بين الشعراء الآتي ذكرهم. أمامك ستة شعراء، اختر الشاعر الذي ينتمي إلى الغزل. أولهم قيس بن الملوح، أبو الطيب المتنبي، عمر بن أبي ربيعة، زهير بن أبي سلمى، وجميل بن معمر، وكثير عزة. فمن منهم يا ترى كتب شعره في الغزل؟ من أهمهم عزيز الطالب كان قيس بن الملوح، وكذلك عمر بن أبي ربيعة، وكذلك جميل بن معمر، وكثير عزة، وكلهم كانت قصائدهم أغلبها تنتمي إلى الغرض الغزلي. اليوم درسنا يحتوي على أهداف لنقرأه معا. الأول أن يقدم الطالب النص بتحديد جنسه ونمطه وفكرته العامة، أن يحدد مقاطع النص، ثم أن يحلل النص وفق مستويات التحليل، بعد ذلك يقوم النص ويبدي رأيه فيه. عزيز الطالب لديك الكتاب المدرسي، اقرأ المدخل الموجود بالصفحة 44 واقرأ ترجمة الشاعر الموجودة كذلك بالصفحة 47، ثم أجب عما يأتي. عمر بن أبي ربيعة، هل هو شاعر بصري عاش في القرن الرابع هجري؟ هل هو فارس عاش في العصر الجاهلي؟ هل هو شاعر نشأ بمكة وعرف بشعره الغزلي؟ أم هو شاعر عباسي من أشهر شعراء المدح؟ بعد قراءتك عزيز الطالب إلى المدخل أجب على هذا السؤال. نلاحظ أن الإجابة أن عمر بن أبي ربيعة هو شاعر نشأ بمكة المكرمة وعرف بشعره الغزلي وعد من أهم شعرائه. بعد ذلك لنشرح معنى الغزل، فما المقصود بالغزل؟ بعد قراءتك أيضا للمدخل اقرأ السؤال وأجب. ما هو الغزل؟ هل هو صغير الغزال؟ أم تشبيه المرأة بالغزال؟ أم هو فتل الصوف لجعله خيوطا؟ أم هو بالأساس غرض شعري يصف عاطفة الحب بين الرجل والمرأة؟ الإجابة هي أنه غرض شعري يصف عاطفة الحب بين الرجل والمرأة. من خلال أيضا قراءتك للغزل مواضيع كثيرة وموضوعات يتم الكتابة فيها، فحدد ما هي موضوعاته، حدد موضوعات فن الغزل. لنجد أنها وصف مظاهر جمال المرأة، تعبير عن عاطفة الحب والتعلق بالمحبوبة، ووصف معاناة الشاعر المحب، وسرد المغامرة الغرامية. كل ذلك مواضيع كتبت في الشعر الغزلي. عزيز الطالب الآن نبدأ بتبويب النص. اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجب عما يأتي. السؤال الأول: ما الدليل على كون النص قصيدة غزلية؟ حينما قرأت أبيات القصيدة ما الذي جعلك تقول أن هذه القصيدة قصيدة تنتمي إلى غرضها الغزلي؟ الإجابة: حضور معجم غزلي مهيمن على كامل القصيدة. المقصود بذلك حضور مفردات تدل على معنى الغزل. حينما قال الشاعر هيج القلب، حينما قال أنس وخفر، حينما قال الشوق أو حبيب أو رضاب، كل المفردات تخص معجم الغزل. السؤال الثاني: النص من حيث نمطه الكتابي سردي ووصفي، حدد مؤشرات كل من السرد والوصف. كما تعلمت عزيز الطالب أن
سرد مؤشرات وللوصف مؤشرات. فما هي يا ترى المؤشرات في هذا النص؟ أولا تتابع الأحداث، الحوار، زمان ومكان، أفعال ماضية، كل ذلك يحيل على أن النمط الكتابي هو سردي. بعد ذلك وجود جمل اسمية، وجود نعوت، وجود أفعال وصفية تدل ذلك على أن القصيدة أيضا وصفية، فهي سردية وصفية. بعد ذلك السؤال الثالث عزيزي الطالب، لديك مقترحات للفكرة العامة للقصيدة. الأول هو تعبير الشاعر عن تعلقه بحبيبته وإخلاصه لها. الثاني وصف اجتماع الشاعر بالفتيات أو وقوف الشاعر على الأطلال وسرد إحدى مغامراته الغرامية. اختر واحدا يعبر عن الفكرة العامة للنص. الإجابة الصحيحة هي وقوف الشاعر على الأطلال وسرد إحدى مغامراته الغرامية، هي هاد الفكرة العامة. عزيزي الطالب، بعد قراءتك للنص قراءة متأنية أيضا تجد إلى أن هذا النص مقسم إلى مقطعين. المقطع الأول عبارة عن مقدمة طللية تبدأ من البيت الأول وتنتهي بالبيت الثالث، ومقطع ثاني عبارة عن مغامرة قام بها الشاعر ينقسم إلى وضع بداية وسياق تحول ووضع ختام، ولكل جزء منه عنوان وفكرة. البداية اجتماع الفتيات، ثم قدوم عمر واقتراب اللقاء، وينتهي بلقاء الأحبة. هذه هي بنية القصيدة. عزيزي الطالب، نبدأ بتحليل المقطع الأول. أمامك سؤالان. الأول، ميز فيما يأتي المفردات التي تنتمي إلى معجم الأطلال. لاحظ المفردات التي أمامك واختر منها ما يدل على معنى الطلل. السؤال الثاني، ماذا أثارت الديار الدارسة بمعنى المقفرة في نفس الشاعر؟ تأمل ثم أجب عليهما. السؤال الأول، المفردات التي تنتمي إلى معجم الأطلال هي دارسات، واقفا، وأسأل المنزل. السؤال الثاني، ماذا أثارت الديار الدارسة في نفس الشاعر؟ الإجابة، أثارت في نفس الشاعر عودته لذكريات مضت، وأثارت فيه شجنا وحزنا إلى لقاء أحبته في هذا الموضع. السؤال الثالث، بين العلاقة بين هاتين العبارتين، المغاني والصير الدارسة وعلاهن الشجر. عزيزي الطالب، ما العلاقة بينهما من خلال المعنى، معنى المغاني، وهي المقصود بها المنزل الذي غني به أهله، وعلاهن الشجر، ما المقصود بين ما العلاقة بينهما؟ الإجابة، العلاقة هي علاقة تقابل وعلاقة تضاد. الأصل أن في الوقفة الطللية أن تهيمن عليها صور الخراب، لكن الشاعر جعل في هذه القصيدة الموت الذي تمثله مفردات دارسات وأزرت وهل فيه خبر، جنبا، جعل الموت جنبا إلى جنب مع الحياة في كلمة علاهن الشجر، في عبارة علاهن الشجر، جعل الموت جنبا إلى جنب مع الحياة. فالمغنى يمثل الدارس، يمثل الموت، والشجر يمثل الحياة. عزيزي الطالب، السؤال الرابع، على ما دلت الوقفة الطللية وماذا استدعت لدى الشاعر حينما وقف على هذه الأطلال؟ على ماذا يدل وقفته على هذا الطلل الأثر الدارس، وماذا استدعى لديه من إحاسيس؟ الإجابة، دلت الوقفة الطللية على تعلق الشاعر بالماضي وحنينه إليه، وهو ما جعله يستدعي إحدى مغامرات الماضي السعيد. السؤال الخامس في تحليل المقطع الأول، في البيت الثاني لديك صورة شعرية عزيز الطالب، حللها ثم بين الأسلوب البلاغي المستعمل فيها.
البيت الثاني يقول: ورياح الصيف قد أزرت بها تنسج التربة فنونا والمطر. عزيز الطالب، أولا ضع يدك على الصورة الشعرية في هذا البيت، ليس كل البيت هو صورة شعرية، الصورة الشعرية في جزء منه، فأين يا ترى هذه الصورة الشعرية؟ الإجابة: الصورة الشعرية تجلت في عبارة تنسج التربة فنونا والمطر، حينما صور حركة الجيئة والذهاب للرياح كأنه صورها منسجا بيد نساج ماهر، وقد استعمل الشاعر في هذه الصورة أسلوب الاستعارة، الأسلوب البلاغي الاستعارة، لأن كما تعلم هناك تشبيه، هناك كناية، هناك مجاز، ولكنه استعمل في هذه الصورة الاستعارة، لقد استعار فعل النسج للرياح التي أتاحت له بعث الحياة في هذا المنزل الدارس. السؤال السادس: وضح وظيفة كل من الخبر والإنشاء في هذا المقطع. كما تعلم الخبر هو ما يدل على صدق وكذب، والإنشاء هو ما لا يدل على ذلك أو لا يحتمل الصدق أو الكذب. في هذا المقطع نجد خبرا وإنشاء، وضح وظيفته. من خلال قراءتنا للمقطع الأول نجد أن الأسلوب الخبري هو المهيمن عليه، وهو عادة أسلوب يستعمل للإخبار عن الواقع ويصف الأشياء والموجودات، غير أن الإنشاء حضر في عبارة واحدة فقط في المقطع الأول حينما قال: هل فيه خبر، وهو أسلوب استفهام. والإنشاء عادة يستعمل للتعبير عن العواطف وتوهج الذات. إذا ما وظيفة هذا التنويع بين الخبر والإنشاء؟ يدل على أن الشاعر يتنازعه أمران اثنان: إخبار عن موجود وهو إقفار الديار وخلوها من أهلها، واستفهام يمهد لتصور أحداث جرت. لنتأمل سويا الإجابات. الشاعر انتقل من الأطلال إلى سرد المغامرة الغرامية فعلا، وبنى سرده بشكل خطي، وقد ضمن المقطع وضع بداية ووضع ختام وسياق تحول، لكنه لم يهيمن الوصف على هذا المقطع. وهناك شخصيتان رئيسيتان هما الشاعر والحبيبة، وقد ظهر الشاعر في صورة البطل المغامر الذي يأتي على حصان أبيض، وفي الأخير لم تخلو البنية الفاعلية من الشخصيات ثانوية، وإنما ظهرت هناك شخصيات ثانوية مثل الفتيات الأخريات. نبدأ بالزمان والمكان في المقطع الثاني. بما أن المقطع الثاني هو عبارة عن قصص شعري، فلابد أن تضمن القصة الزمان والمكان، فاستخرج من أبيات هذا المقطع مميزات البنية الزمانية والمكانية، ثم بين كيف خدمت قصة اللقاء. حينما قرأت عزيزي الطالب في بيت يقول: بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر، احتوى هذا البيت على ماذا؟ احتوى على عبارة بدماث سهلة. فما المقصود بالدماث السهلة؟ الدماث السهلة هي الأرض اللينة، بالتالي نتعرف على المكان في دماث سهلة. أما بالنسبة إلى الزمان، يوم قال: يوم غيم لم يخالطه قطر، فالزمان هو جو ربيعي زاه يبعث في النفس البهجة والانشراح. إذن ما الوظيفة التي أداها الزمان والمكان؟ هل لا أما جو المغامرة؟ الدماث السهلة والجو الربيعي والشاعر أمام قصة ومغامرة غرامية، نجد أن
الزمان والمكان فعلا لا أما جو المغامرة الغرامية. لماذا؟ لأنهما تميزا بخصائص تحيي مشاعر الحب وتشعل نار الشوق وتجعل اللقاء أكثر شاعرية، حيث ينضم الجمال إلى جمال، جمال الحبيبة إلى جمال الأرض والجو الرائق. نبدأ بتحليل وضع البداية. عزيز الطالب، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. يعرض وضع البداية مشهد اجتماع الفتيات. نقل السرد في وضع البداية جملة من الأحداث المتسارعة تحكي مغامرة مضت. دلت الأفعال الماضية على أن المغامرة حدثت في زمن روايتها. مكن الوصف الشاعر من سبر أغوار نفسية المرأة. دار الحوار في وضع البداية بين عمر والفتيات. ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. لنتأمل الإجابات. يعرض وضع البداية مشهد اجتماع الفتيات، فعلا إجابة صحيحة. نقل السرد في وضع البداية جملة من الأحداث المتسارعة. دلت الأفعال الماضية على أن المغامرة لم تحدث في زمن روايتها. ومكن الوصف الشاعر من سبر أغوار نفسية المرأة، لكن لم يدر الحوار في وضع البداية بين عمر والفتيات، وإنما سوف يدور في سياق التحول ووضع الختام. أعزائي الطلاب، ننتقل إلى سياق التحول. المقصود بسياق التحول هو تحول في مجريات القصة وأحداثها. فما هو الحدث في قصة عمر؟ حول مجرياتها. الحدث في بيت قرأته يقول: بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. فإذا الحدث الذي ولد سياق تحول في مجريات القصة بعد اجتماع الفتيات هو حضور من؟ هو حضور الشاعر، حضور عمر بشكل مفاجئ. بينما يذكرنني أبصرنني، حضر على أي صورة حضر الشاعر؟ حضر بصورة الفارس، فارس الأحلام الذي يمتطي الحصان الأبيض، وحدث حوار بينه وبين الفتيات. فما هو وظيفة هذا الحوار؟ الحوار وظيفته عادة وغالبا يكشف عن نفسية الشخصية. هنا أيضا يكشف الحوار تأثير حضور عمر في كل واحدة من الفتيات الثلاث. حدد ما يأتي نظام السرد في سياق التحول. وكما تعرف أن للسرد أنظمة، فما هو المستخدم؟ كما قلنا مسبقا هيمن عليه النظام الخطي في سياق التحول. أخيرا، ما هي خصائص اللغة التي اعتمد عليها الشاعر في كتابته لهذه القصيدة؟ ميزه أنه يكتب عبارات سهلة، مفردات بسيطة تخلو من اللفظ الغريب. وعمر بن أبي ربيعة في أغلب قصائده يتبع هذا الأسلوب، يختار المفردات السهلة والبسيطة. نصل إلى وضع الختام. أمامك عبارات، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. تكتمل قصة المغامرة في وضع الختام بحضور عمر وتحقق اللقاء. لا يوجد تحديد لزمن اللقاء. غاب في وضع الختام الأسلوب الخبري وهيمن الأسلوب الإنشائي. في البيت الرابع عشر استعار الشاعر من الجمل صورة نقلها إلى الليل. تأمل العبارات ثم أجب عليها. لنتأمل سويا الإجابات. العبارة الأولى صحيحة، الثانية خاطئة، الثالثة خاطئة، الرابعة صحيحة. إذن هناك تحديد لزمن اللقاء، وهناك تنويع
بين الأسلوب الإنشائي والخبري في وضع الختام. ننتقل إلى تقويم النص بعد أن حللنا المقطع الأول وحللنا المقطع الثاني وفق المستويات الأربع. نبدأ بتقويم النص. السؤال الأول عبارة عن اختيار من متعدد. دارت هذه القصيدة الغزلية حول ماذا؟ حول تصوير الحالة النفسية للشاعر المحب، أم قصة لمغامرة غرامية، أم تغن بجمال الحبيبة؟ تأمل السؤال ثم أجب عليه عزيز الطالب. الإجابة الصحيحة هي قصة مغامرة غرامية. بلغت الأحداث ذروتها متى؟ ببداية الحوار بين الفتيات، بتحقق الأمنيات وذهاب الضجر والكدر، أم بظهور عمر البطل وقد اعتلى صهوة جواده الأغر؟ أجب على هذا السؤال. الإجابة الصحيحة: بلغت الأحداث ذروتها حينما ظهر عمر وقد اعتلى صهوة جواده الأغر. ننتقل إلى سؤال آخر، وهو سؤال للتأمل أعزائي الطلاب. حسب رأيك، ما هي أبرز مميزات الغزل العمري المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة؟ ما هي أهم مميزاته التي تجلت في هذه القصيدة؟ فكر ثم أجب على السؤال. أهم مميزات الغزل العمري التي تجلت في هذه القصيدة هي كالآتي: أولا، مع عمر استقلت القصيدة الغزلية بذاتها بعد أن كانت تمهيدا لغيرها من الأغراض، أصبحت القصيدة كلها غزلية. اثنين، التركيز في سرد القصة الغرامية، وهذا ما نجده فقط عند عمر بن أبي ربيعة. ثلاثة، هيمنة حضور الذات المغامرة حينما قال: وهل يخفى القمر؟ المقصود به من هو هذا القمر؟ هو ذات الشاعر، فذات الشاعر حاضرة منذ أول بيت إلى آخر. أخيرا، صور الشاعر نفسه معشوقا لا عاشقا، وهذا ما اختص به عمر بن أبي ربيعة. أعزائي الطلاب، شكرا لتفاعلكم، على أمل أن نلتقي في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.